أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحوت الخميس 5 أغسطس آب 2021. توقعات العشرية الأولى مواليد 19 فبراير إلى 1 مارس. على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيئا أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات، أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة. الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة، لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة. لا تسع استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير. توقعات العلامة الثانية مواليد 2 مارس 10 مارس. الكثير من الموضوعات في الوقت الحالي لا تسير بالسلاسة التي خططت لها، وربما يجب عليك قبول الأشياء التي لا تستطيع تغييرها. لا تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم، وركز على ما هو آتي، وحتى إن استغرق الأمر زمن أطول فسوف تصل إلى هدفك بالإصرار والصبر. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 مارس 20 مارس. توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات، حتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها. قد تستغرق وقتا أطول في الوصول إلى هدفك، ولكنك قد تكسب المزيد من الخبرات القيمة أثناء ذلك.